احنا لا نقبل باي حال من الاحوال ان احد يسيء، الى الخليفه واحنا ساكتين ما نرد عليه، وردينا عليهم ونقاتل لعدم الاساءه لال الخليفه، ونقاتل لعدم الاساءه لكل الرموز بدول مجلس التعاون الخليجي، فما بالكم اذا جاءت الاساءه الى ابونا وحبيبنا ورمزنا وشيخ نعتز فيه هو سمو الشيخ ناصر محمد من تلفزيون البحرين الرسمي. هذه يعني هذا جرح، وانا اتوقع جرح البحرين يبره، مو ما يبره يبره، ولكن لابد من هذا المذيع اذا كان لا يعرف بالسياسه نفس ما قالت الاستاذه فجر خليه يقدم اي برنامج اخر غير السياسه. احنا لما نتكلم بالشان البحريني لابد ان نعرف كل الشان البحريني من شيوخه من مسؤولينه، ونعرف شلون نوجه الكلمه من غير اساءه ومن غير ان نجرح باحد. معانا ام محمد من البحرين. هلا خيتي ام محمد. الو هلا، مساء الخير اخوي. هلا خيتي. اعتبر ان رموز الخليج كلها رموزنا، واحنا ما ننسى وقفه قناه سكوب معانا والاستاذ واجب، هذا واجب وما نقبل ان انتم تكونون زعلانين. انا اثني على الكلام اللي قالته الاستاذه سميره رجب، هاي الخطا كان غير مقصود، المداخله كانت مداخله يمكن احنا ما نرضى فيها مثل ما انتم ما ترضون فيها. المذيع احتمال سهى او كان قاعد يجهز حق السؤال اللي اقبل، لكن احنا نعتذر لكم. والله ام محمد انا كمقدم برنامج، المذيع كان مبسوط بالكلام اللي قال. انا كمقدم برنامج انا اعرف تماما الهوى شلون. انا بالهوى لو اتصال واحد، ام محمد لو اتصال واحد يجيني يسيء حق اي رمز من رموز ال خليفه، والله ما خلي يتكلم ويكمل كلمته. نعم معك الحق اخوي، بس انت بعد لو تنتبه ان في كل شوي كان المذيع يقول ان احنا ما نرضى والكويت اخت شقيقه وما نرضى على رؤساء. ام محمد وين وزير الاعلام عنه؟ هاي شيء احنا مفروغ منه. سالفه ليش راحت البحرين تبسمومها على الكويت؟ انا اعتب على قناه الوطن، لان قناه الوطن هي اللي بدت هاي الموضوع، وهي اللي جابت اثنين يتكلمون عن الوضع في البحرين. يا ام محمد، انا قاعد اتكلم، ام محمد انا قاعد اتكلم قناة الوطن وغيرها من القنوات، هذه قنوات خاصة. انا قاعد اتكلم عن جهاز، جهاز رسمي يمثل دولة. صحيح. يعني الدولة قابلة ان رموزنا، احنا كسكوب دافعنا بشراسة وراح ندافع عن آل خليفة، احنا قطاع خاص، ولكن هذيلا قنوات خاصة بكيفهم، احنا قاعد نتكلم عن جهاز رسمي. صح يا ام محمد، هذا اللي يقطعنا. صحيح. هذا اللي يمكن عورنا. احنا الخطا، يمكن الخطا ان احنا ما نعتب على قطاع خاص، ولكن احنا كيفهم قطاعات خاصه كيفهم اللي يقولونه. هو هاي الشيء اللي احنا قاعدين نقول اخوي، انت ما تسمعني، واحنا عندنا قنوات خاصه بالكويت وقفت وقفه. صحيح. مخذله ومخزيه مع البحرين، واحنا شاكرين لكم هاي الموقف طبعا. وانا ما لنا شغل، هذا خاص كل واحد يمثل وجهه نظره. فواز ما حد يرضى. وينك؟ صحيح اخوي، انا اعاده قاعد تطالعها بالاعاده. انا اللي متصله اقوله ان احنا كشعب البحرين، ويكون بعلمك يا ام محمد احنا دافعنا عن شيخه ال خليفه. صح. دافعنا عن كيان ال خليفه طبعا، واحنا ما ننكر. انا قاعد وتخلون شيوخنا يتسبون بتلفزيون البحرين، وانا بديت لك وقلت لك ان احنا ما ننسى موقفك. ام محمد اعاده الحلقه يعني هي دليل ان الشيخ فواز يا انه راضي يا انه ما يدري ايش قاعد يصير بوزارته. انزين اخوي، انت اخوي تحب تسوي، بتخليني اسوي مداخلتي، انت قاعد ما تسمعني. اي مداخله وينسب واحد انسان ما هو انسان طبيعي بالكويت، شيخ من شيوخنا. اي 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 تبين اتكلم؟ واحنا مو راضيين اخوي، احنا يوم طلعت عندكم المعارضه بالدوار قلنا كلام ما انقال، وقلنا لهم تهبون وتخسون تبسون ال خليفه. الان تلفزيون البحرين يمس الشيخ ناصر محمد والشيخ فواز تعظيم سلام، يا انك نايم يا انك راضي. ورموزنا هم مو بس رموزكم، احنا نعتبرهم رموزنا، هم كل دول الخليج. كفو عليك يا ام محمد، بس هذا من الداخلي من الحره يا ام محمد. انا الا ولا تلفزيون البحرين تطلع منها الاساءه. انا ادري من الحره اخوي، بس انا قاعد اقول لك انه انا ما ابي ان احد يلعب على هاي الوتر ويسوي بيننا احنا بيننا وبين الكويت مشكله، او يسوي بيننا احنا وبين الكويت مثل ما تقول شرخ، لانه هاي الشيء ما حد يقبل. ام محمد فيه. ام محمد يقبل فيه. ام محمد تلفزيون البحرين هو اللي فتح المجال، ما خلى واحد ما سب الشيخ ناصر
هناك معارضة بالكويت لم تجد لها مؤيدين داخل الكويت، راحت البحرين وراحت من خلال منبر وزارة الإعلام تبس سمومها. وين المعارضة الكويتية يوم البحرين تئن وتبكي؟ وين المعارضة الكويتية اللي استقبلتوهم يوم البحرين قاعد تحترق نار وهم ما تحركوا ولا تكلموا ناطرين النتائج عشان يتحركون؟ وينهم؟ هذا السؤال اللي اطرحه عليكم. اللي يحب البحرين يفزع لها من اول يوم، اللي يحب البحرين ايش قاعد يصير بوزارته؟ او راضي عن اللي قال؟ اخوي انا ما اقدر ادخل وياك في هاي المواضيع، انا كانت مداخلتي هذه احنا نقولها عن هاي الشيء. انزين والكويت على ام محمد اسمحي لي، ولكن المذيع البارحه الكلام اللي كنت الاستحسان استحسان بالكلام، هذا اللي عورنا يا ام محمد. ما علي اخوي، ما علي، بس سامحونا والقصد ما كان كذي، وان شاء الله يا ربي الامور كلها اليوم تيسر. وانا بس حبيت ان انا ابين لكم ان احنا شعب البحرين مو قابلين هاي الشيء، واعتقد الدكتوره استاذه سميره كانت افضل مني يمكن ان هي توصل. نعرفكم تماما، انا حبيت ان انا اكد عليها. اوكي كفو يا ام محمد، بس مشكور. بس يا ام محمد ترى العتب جرح داخل، ها انا والله يا ام محمد جرح داخل. هو يقول لك عاتب اللي تحبه. يا ام محمد اللي قاعد يدشون مداخلات عندكم قاعد يسيئون للنظام ويبون قلب النظام بالكويت، واحنا هاي الشيء ما نقبل. نفس اللي عندكم اللي صاير، هذيل اللي قاعد يدشون عندكم للاسف. يا ام والله العظيم رمزنا يومين ينسب التلفزيون رمسي. امس انا طالع بحلقه وقاعد اشرشح المعارضه، قاعد اطنز عليهم عشان يقولون حق الشيخ ناصر ارحل. اتفاجئ يومين متواصلين رمز من رموزنا بالكويت سمو الشيخ ناصر محمد. يعني تلقينا ضربات وطعنات بالهبل دفاعا عن رموز البحرين، وراح نظل ندافع عن البحرين وعن رموزها، وهذه الحركه لا يمكن ان تهزنا ولا راح تغير موقفنا عن آل خليفة. ولكن مو معناته ان نسمح بتلفزيون رسمي يصير منبر لهم. عطوني وكره حراره، والله عوار، والله العظيم عوار بالقلب يا جماعه ورب الكعبه.